آلاف المتظاهرين خرجوا إلى شوارع العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وحمل متظاهرون لافتات كتب على بعضها نريد استعادة أموالنا. جاء ذلك تزامنا مع إقرار الاتحاد الأوروبي منح المصارف الصغيرة في إسبانيا مساعدات بقيمة 39 مليار يورو. أحد المتظاهرين توقع أن انفجار الأزمة الاقتصادية في الدول الأوروبية مسألة وقت، كما حصل في اليونان سيحدث في إيطاليا والبرتغال وحتى في ألمانيا التي باتت تدرك أنها في أزمة. هذه الأزمة ستطال كل دول الاتحاد. وتعد إسبانيا أول دولة تسحب أموالا من آلية الإنقاذ الدائمة لمنطقة اليورو، إذ يتم منحها ما يصل إلى 100 مليار يورو لدعم مصارفها المتعثرة.